كانت سمية حرة طليقة، وهذا العام القفص الذهبي والحياة الزوجية. واش تحكي لنا حبيبتي؟ ولا خليني نقول لك على الحياه الزوجيه، نقول لك اكثر من رائعه. راح ان شاء الله نتمنى لك تجربيها مع الانسان اللي تحبيه والانسان اللي يكون داعم لك، هذا هو اهم شيء. لانه لما تتزوجي بانسان تكوني تحبيه ويكون من المجال ويكون ماشي فقط الزوج، يكون الصديق والاب والاخ ويؤدي كامل هذوك الادوار، فتاكدي انك راح تعشقي الحياه الزوجيه وتقولي علاش ما تزوجت هذا شحال. فانا نقول له دائما يعطيه الصحه. والحاجه المليحه هذا العام انه اثرت عليه شويه، غلبته في الراي هكا شويه وجبته كريته معايا لقناه الشروق اللي انا نشوفه هو اضافه ليها، وحتى هي راح تضيف له في مسيرته ان شاء الله. فراح يكون كذلك هو عنده برنامج هنا يكون اكيد الاعلامي زميلنا عمار شندالي. مرحبا به ومرحبا به حبيبتي. نتمنى له البرنامج ان شاء الله النجاح. وانا نقول انه اجمل حاجه انه يكون زوجك من المجال اكيد. وما ننساوش انه سميه السوشيال ميديا ولات تاثر بزاف، وصلت حتى للحياه الشخصيه بين لي كوبل، واثرت على بزاف وين وصلوا بعيد الشر عليك اكيد للانفصال. صح. شوفي انا نقول لك ربما الان ما ولاوش يفرقوا ما بين كما انا يقولوا لي انت انفلونسوز ولا انت انستغرام، انا نقول لهم نو، انا اعلاميه عندي صفحه. سميه معروفه بهذه الكلمه. صح، انا اعلاميه عندي صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي، تسهل انه جمهوري يتواصل معايا، تسهل انه جمهوري ربما يحب يطلب مني حاجة، ربما يقول لي موضوع ديريه لنا حبينا تناقشينا هذا الشيء. أنا مانيش مضطرة أني نوري لكم حياتي الشخصية. أنا هالكي معايا ربما تشوفيني أنا ما نديرلكش روتيني وكيفاش حاشاكم نسيق أنا الصباح وكيفاش نرقد وكيفاش نلبس بيجامة وكيفاش نغسل وجهي وكيفاش هاد الأشياء ما نديرهمش. أنا ربما حياتي الشخصية ماشي أنا اللي دخلتها للسوشيال ميديا، زوجي إعلامي وأنا إعلامية، وربما العرس اللي انتقدوه كامل الناس، العرس ما كانش أنا كنت أنا ضد فكرة أنه يخرج العرس، وزوجي نفس الشيء. المقربين هذوك اللي عرضناهم ودرنا فيهم كونفيونس هما اللي خرجوا العرس ويدخلوا لك في حياتك الشخصيه. انا الى يومنا هذا هاله كلهم يلحقوني، سميه حامل، سميه ابنها مات في اليوتيوب، سميه تبكي على طفل، سميه تتبنى طفل، سميه كذا، سميه ظهور زوج عمار، زوجه اخرى ظهور زوجة عمار. سميه هذا العام اكيد خلينا نقولوا راهو قريب يخلص. وشنو الحاجه اكثر حاجه فرحتك واكثر حاجه قاستك في هذا العام؟ شوفي اكثر حاجه فرحتني وانا في تورناج تاع جلسه ونسى في ثاني يوم، فرحتني وزعفتني في نفس الوقت، لانه الحمد لله ربي قدرني وحسيت بالشعور اني بمالي الخاص نبعث الوالد تاعي انه يؤدي العمره، خاصه انه هو مريض، ربي يشافيه ان شاء الله ويشافي جميع المرضى. فكنت جد سعيده، ما تصدقونيش ما تامنوش يعني هذاك الاحساس اللي حسيته بلي انا بعثته. قرينا هذاك واش كتبتي والله صراحه كم تاثرنا، وعلى بالي بلي ربما الاف اللي راهم يتمناو يديروا وجد. صح، وهذا انا هذا علاش حطيته هاله، كنت قادره نبعته ولا يروح يعني في صمت، لكن حبيت نديرها لانها شوفي اولا الفتره كانت صعيبه، حبيت يروح في هذه الفتره باش يدعي لاخواننا الفلسطينيين. وثاني حاجه حبيتها تكون فكره، في بعض الاحيان بالك يكونوا عندك دراهم تقولي اني حابه نروح نزور الاسبان، اني حابه نروح نشوف هذيك البلاصه، بصح تغيب لك انك ربما بهذاك المبلغ تقدري تبعتي والدك تفرحيهم، ومن بعد ربي يفتح لك ابواب عديده. حاجه واحده اخرى ثاني اللي زعفتني بزاف الفتره هذه وحنا في التورناج، واش راهو يصرى في اخواننا الفلسطينيين يعني فاق الحدود، قلوبنا تمسقت. تصدقيني هالا يوميا نرقد بلي فيديو، يوميا نرقد بهذوك الصور تاع الاطفال كيفاش مساكن هكاك وكيفاش راهم يعيشوا. نقولوا احنا شوفي تنوضي الصباح بالك ما تلقايش طوموبيل تروحي باش تركبي في البيت تقولي عييت باش نروح نخدم، ولا ما تلقايش الما يجي نهار بنهار تقولي الما ما كاش سماطه، وحنا راقدين في سقف، فما بالك انت ناس راقدين، عائله راقده مقطعه، ما على بالوش بابا هو راه، ما على بالوش يما هو راه، ما على بالوش كاين اطفال تشوفيهم هكا تقولي هادو ما همش ياكلوا، يعني ما عندهمش وجبه فطور، ما عندهمش ما واحد الفيديو تاع مراه تقول اولادي ماتوا ما كلاوش. صح صح، هذاك الفيديو اثر فيا بزاف، صور الاطفال اثروا فيا بزاف، صور النساء مساكن بالحفايم يمشوا يحوسوا على اولادهم، الرجال خلاص تعبوا. فنقول لهم يا رب ان شاء الله احنا ما نملكوش الا الدعاء هاله، ربما عبر حساباتنا انا نحطه ونديره، لكن ما نقدروش يعني نغيروا الوضع، ما نقدروش. لازم الحكام العرب يفطنوا ويتحدوا وينقذوا غزه من الشيء اللي راه صاري فيه، هي اباده جماعيه والله حقا هاله.
هذا أهم حدث اللي حزني أكثر. إن شاء الله إحنا ثاني نتمنى أنه تعود على الأقل الأوضاع كما كانت في غزة، ما نشوفوش هذه المجازر. سمية مسرورة جدا بهذا اللقاء معك حبيبتي، بالتوفيق لكم جلسة ونسى إن شاء الله موسم ناجح كما المواسم اللي فاتوا. ان شاء الله حبيبتي هاله، نشكرك على هذا الالتفات، على هذا الانترفيو الصغير في عندنا في جلستنا.